السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مصطفى منصور من قناة كونان سكول. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن درس جديد من سلسلة الـ API Testing Using البوستمان. هي المشكلة في إيه؟ المشكلة إن إحنا بيكون عندنا في الشركة كذا نوع من السيرفرز، ممكن يكون ديفلوبمنت سيرفر، ممكن يكون تيستنج سيرفر، ممكن يكون ديبلويمنت سيرفر، وكل سيرفر بيكون ليه ريكويست الـ APIs الخاصة بيه، وكل سيرفر طبعا بيكون ليه الـ URL الخاص بيه. فتخيل معايا مثلا السيرفر اللي كنت بتعمل عليه API testing وكنت بعت له requests كان اسمه http://google.com، كنت عامل على الموضوع دوت 300 request. requests بقى كلها بقى get requests و post requests و patches وحاجات دي كلها، ولأي سبب من الأسباب السيرفر ال URL بتاعه اتغير بقى اسمه http://google.com. فانت محتاج تمشي على كل 300 request دول وتغير فيهم واحد واحد من جوجل لجوجل ويب. فالبوست مان عمل لنا حاجه اسمها انفايرمنت فاريبل. الانفايرمنت فاريبل دي ممكن نعتبرها ان كل سيرفر من السيرفرات بتاعنا نعمل له انفايرمنت ونحط فيه الفاريبلز اللي بنستخدمها بشكل متكرر عشان نحقق مبدا الريوز يسهل علينا العمليه. تعال نشوف كده بوست مان. طيب تعال نشوف ازاي نعمل انفايرمنت جوه بوست مان. نضغط هنا ونضغط على انفايرمنت، هنسميها مثلا تيستينج انفايرمنت، تمام. ولو عايز اضيف فاريبل جوه الانفايرمنت دي فهضيف فاريبل مثلا هنسميه يو ار ال والفاليو بتاعته http rest api demoqa.com، تمام. اد هو بيقول لنا انت عاوز تضيف انفايرمنت تانية ولا لا. لو انا عاوز اضيف انفايرمنت تانية اضغط على اد وسميها مثلا ديفلوبمنت انفايرمنت، ويبقى مثلا ال URL بتاعها مثلا ممكن يكون اللوكال هوست مثلا، تمام. عايز اضيف انفايرمنت تانية؟ لا مش عاوز، شكرا، تمام. طيب عشان اختار انفايرمنت معينة هروح هنا واضغط ان انا محتاج تيستنج انفايرمنت او ديفلوبمنت انفايرمنت. انا اختار التيستنج انفايرمنت. عشان اكسس فاريبل جوه الانفايرمنت بفتح اتنين كيري براكتس واكتب اسم الفاريبل. قال لي ان في فاريبل هنا اسمه يو ار ال ودي الفاليو بتاعته فاختاره، تمام. ممكن ابعت سند دلوقتي، عملت جيت ريكوست. طبعا اليو ار ال كده في الاول خالص الاند بوينت دي مش بترجع حاجه، بس عشان نرجع بقى حاجه كان في دافيك اي بي اي في يوتيليتيز سلاش ويذر سلاش سيتي سلاش لندن. هو هنا رجع لي درجة الحرارة في لندن والرطوبة والكلام ده كله. يبقى طب انا دلوقتي بقى تخيل عندي بقى 300 ريكوست كان على اليو ار ال دوت اللي هو دوت اللي هو rest api.demoqa.com، وانا لاي سبب من الاسباب اليو ار ال ده اتغير. فانا 300 ريكوست دول كنت امشي عليهم واحد واحد واغيرهم كلهم. انما دلوقتي انا دلوقتي عشان اعدل قيمة الفاريبل دوت، عشان اعدل انفايرمنت معينه والفاريبلز اللي فيها بختار الانفايرمنت بتاعتي اللي هي تيستنج انفايرمنت، لازم اكون مختارها واروح على عندي واروح اغير في الفاليو بتاعته زي ما انا عاوز. طيب في حاجه اسمها جلوبال فاريبل. الجلوبال فاريبل دوت انا اقدر اكسسه في اي انفايرمنت، تمام. يعني انا لو عملت هنا وعملت نو انفايرمنت هنا دلوقتي طبعا انا ما اقدرش اكسس اليو ار ال دوت، هو مش عارف يعني ايه يو ار ال دلوقتي. يعني لو عملت كده هو مش عارف يعني ايه URL، لو بعت كده هو مش عارف يعني ايه URL دلوقتي. انما لو انا دلوقتي عامل global variable عملت URL 2 مثلا والvalue بتاعته google.com، دلوقتي اقدر اكسسه من no environment وفي نفس الوقت اقدر اكسسه من اي environment موجود عندي. لو انا عندي بقى global variable وانفايرمنت فاريبل نفس الاسم، ساعتها هي اوفر رايت على الجلوبال فاريبل. يعني انا لو عندي جلوبال فاريبل اسمه يو ار ال برده واللينك بتاعه yahoo.com وانا جوه التستنج انفايرمنت وبقول له يو ار ال، هيقول لي ان في جلوبال فاريبل وفي انفايرمنت فاريبل، بس هو بيقول ان الجلوبال فاريبل دوت انا يعني انا عملت اوفر رايت عليه بالقيمه اللي جوه الانفايرمنت فاريبل. يبقى اللوكال فاريبل بيحل محل الجلوبال فاريبل لو الاثنين نفس الاسم. هو مختار دلوقتي الفاريبل بتاع الانفايرمنت دي، ما اختارش الجلوبال فاريبل. طب عشان بقى احذف انفايرمنت معينه باجي على هنا
واختار الانفايرمنت اللي عايز احذفها واعمل لها ديليت. تمام. طب احنا استفدنا ايه من الموضوع ده بقى؟ استفدنا ان احنا لو اليو ار ال اتغير انا دلوقتي هروح اعدل في قيمه الفاريبل الفاليو بتاعت الفاريبل اللي جوه الانفايرمنت. وكمان لما اجي اعمل ريكويست انا مش محتاج اكتب كل مره http://restapi.demoqa.com، لا انا بس هبعت اليو ار ال بس كده. يا رب تكونوا فهموا واستفدتوا، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت تقول فيه ان الفيديو عجبك وان انت ومتشجعنا ان احنا نعمل فيديوهات اسرع. ولو انت لسه ما عملتش سبسكرايب في القناه من فضلك اعمل سبسكرايب عشان يوصلك الفيديوهات اول باول. ولو عندك اي سؤال هسيب لينك الفيسبوك بتاعي في الديسكريبشن. شكرا. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه.